عليكم ورحمة الله. راح نشرح اليوم برنامج اللي اسمه بوكيت دي اي بي اكس انكودر. هو برنامج ممتاز جدا لتحويل صيغ الافلام من اي بي اي الى صيغ كثيرة جدا، واهم ميزة فيه انه يصغر حجم الفيلم. الحجم الفيلم مثلا الفيلم 100 ميجا ممكن تسويه الى غاية مثلا 2 ميجا او حتى اقل، او 3 ميجا او اكثر حسب رغبتك. طبعا كل ما صغرت حجم الفيديو راح تقل الريزولوشن، يعني وضوح الصورة راح يقل شوي. وهذا برنامج نافع خاصة اذا انك تحب مثلا سويت فيلم وتحب تحمل الفيلم هذا في الانترنت سواء موقعك الشخصي او في اليوتيوب. راح نقوم الحين في شرح البرنامج هذا. نفتح البرنامج. طبعا انا راح اعطيكم رابط التحميله لو حبيت تنزلونه من موقع الشخصي في السكاي درايف في الهوت ميل. اول ما تفتح البرنامج تضغط على رن. طبعا البرنامج ما يحتاج تنصيب، يعني يعتبر برنامج محمول بورتابل، ممكن تحطه حتى على فلاش ميموري. تطلع لك الشاشة هذه. ممكن لو ما حبيت تطلع لك تحط don't show this message again وتضغط على اي ايقونة من الايقونات هذه. طبعا هذا لو حبيت تحول الفيلم الى اي نوع، مثلا يشتغل على جوال عادي او على PDA او على بالم او على الكمبيوتر او على العاب سوني او PSP او غيرها من الالعاب مثل ما تشايفين. فانا اضغط على البي سي وبعدين اجيب الفيلم، حط الفيلم. هو تلقائيا بعد ما تحط الفيلم راح يعطيه اسم من عنده ويحطه لك في نفس المكان، نفس المجلد اللي اخذت منه الفيلم الاصلي. انت ممكن تغير لو حبيت يطلع الناتج، الفيلم الناتج على سطح المكتب، تغير من هنا وتحطه على الديسكتوب. سيف. طبعا مثل ما انت شايفين هنا يعطيك بالازرق حجم الفيلم اللي راح يسويه وحجم الفيلم الاصلي. راح تشوفونه هنا حجم الفيلم 259 ميجا. شوف هذه 259 ميجا بايت. راح يعطيك اياه 47.3 ميجا بايت، يعني تقريبا اقل من الربع. لو حبيت برضو تصغر الفيلم ممكن تضغط على الاسهم هذه وراح تلاحظ راح يقل حجم الفيلم، راح يقل هنا 44 43. بس كل ما قللت من حجم الفيلم الناتج اللي راح ينتج بعد التحويل راح تقل الصورة، يعني يقل الوضوح. بعد ما تختار الحجم اللي يناسبك، وبرضو الصوت هنا audio quality تقدر تزيد او تنقص. لو زدت برضو بالصوت راح يزيد حجم الفيديو. اذا انتهيت بس تضغط على encode now راح يتم تحويل الفيلم الحين. طبعا بعد ما يخلص راح يعطيني اياه على سطح المكتب مثل ما اخترت في الخطوة السابقة. نترك الحين يحمل ونشوف السكاي درايف. انا رفعت عليه الفيلم اللي هو هذا بوكيت دي اي في اكس انكودر، الاصدار رقم 3.96 يا اخوان، 3.96. انت ممكن تحصل في الانترنت اصدارات سابقة او احدث، بس انصحكم تنزلون الملف هذا، البرنامج هذا بالذات بنفس الاصدار 3.96، لان الاصدارات السابقة فيها مشاكل. يطلع لك مشكلة اثناء التحويل مكتوب فيها من كودر بعدين نقطة EXE، ما يشتغل معك مضبوط، خاصة على الفيستا والويندوز 7.
ممكن تاخذ اصدارات سابقة تشغلها على الاكس بي ما في مشكلة، بس على الفيستا والويندو 7 انصح بتنزيل الاصدار هذا 3.96. وهذا الرابط مثل ما انتم شايفين، هذا الرابط انا ان شاء الله بحطه في وصف الفيلم على الجهة اليمنى، وصف الفيلم على الجهة اليمنى في اليوتيوب، ادخل على more information راح تلقى رابط التحميل. للحين الفيلم يحول الآن، ننتظر لما يخلص. مثل ما انت شايف الحين قرب انتهى او انتهى الآن تحويل الفيلم، اضغط على كلوز، سكر البرنامج، روح على سطح المكتب راح تحصل الفيلم، هذا الفيلم. السلام عليكم ورحمة الله، اليوم راح نشرح طريقة إزالة الأسماء اليوزر نيم تقدر تكبره اللي تظهر في الماسنجر. طبعا وبالطريقة هذه انتهى الشرح يا أخوان، وإن شاء الله يكون البرنامج مفيد للجميع، ونشوفكم على خير إن شاء الله في شرح قادم. السلام عليكم ورحمة الله.